عبد الزهراني رئيس مؤسسة التضامن الرياضي للطفولة والشباب ستات، تفاعلا مع الهاشتاج اللي دارت رجلها هنا في مدينة ستات اللي كيتكلم على سائقي الأجرة، وبناية على واحد المجموعة ديال الشكايات اللي توصلنا بها من العديد ديال المواطنين، فارتأينا كفعاليات ديال المجتمع المدني باش نحاولوا نتكلموا شوية ونوصلوا واحد الرسالة للإخوان المسؤولين على القطاع. بداية يعني كنبغي نفصل هذا الإشكال هذا لشقين. اولا الشق الاول الشق الايجابي ديالو اللي هو اللي كنلاحظوا واحد المجموعه ديال السائقين اللي صراحه اللي عشنا معاهم منذ الطفوله واللي كيقوموا بالعمل ديالهم بتفاني وبجديه وبمهنيه. والشق الثاني هو اللي تيتكلم على واحد الاناس اخرين واحد السائقين اخرين اللي صراحه اللي بعيدين كل البعد على المهنيه، وعلى اللي وقع هو ان واحد المجموعه ديال السائقين ما تيبغيوش يهزوا يعني الناس اللي كيكونوا مثلا جوج ديال الناس او ثلاثه ديال الناس، يعني السائق كيبغي هو يختار الكليان ديالو الوجهه ديالو الكليان ديالو، وهذا شيء خطير. يعني على ما عهدناه هو ان الطاكسي ملي تيخرج اللي تيلقاه قدامه تيهزو واللي تيلقاه في الطريق ديالو، لان هذيك وسيله عموميه ديال الجميع، ماشي انت غتختار يعني الزبون ولا تفرض عليه داكشي اللي بغيتي. هذه من ناحيه. وواحد المجموعه ديال الاحياء اللي ما تيبغيوش يوصلوا ليها، مثلا كحي السلام بجميع الاشطر ديالو، مفتاح الخير توا بجميع الاشطر ديالو، مجمع الخير، الحي الجامعي، الحي الصناعي، عاطينين وحتى الطلبه كيلقاو واحد الاشكال كبير في القضيه هذه. وحتى الا كان هذا الميساج هذا كنبغي نوصلوا للناس المسؤوله على القطاع باش يشوفوا محطه القطار، لان تما كيوقع واحد الاشكال كبير. يعني المواطن اللي جاي مسافر او الطلبه اللي جايين مسافرين متوجهين الى جامعه الحسن الاول، فكيلقاو مشكل باش يوصلوا للافاك مثلا، لانه كنلقاو بعض المتهورين من هاد السائقين كيختار هو الزبون الاول ويعاود يمشي يجيب الزبون الثاني ويعاود يجيب الثالث باش يحاول يستافد اكثر من الكورسه، وهذا شيء غير معقلا. نوجه رساله للاخوان ديال النقابات اللي مسؤولين حتى هما على هذا القطاع واللي كي واول يعني المصلحه المصالح المختصه ديال وزاره الداخليه باش تدخل على الخط ويحاول هذا الموضوع هذا الامر هذا يتقنن، لان واحد المجموعه ديال المواطنين كتشتكي وواحد المجموعه ديال الملاحظات حنا كنلاحظوها كساكنه وكفعاليات ديال المجتمع المدني. المطالب هو يكونوا واحد هاد الاخوان اللي تيديروا هاد التصرفات الغير لائقه انهم يلتزموا، لان هذيك رخصه ثقه، ورخصه الثقه كتعطيها لك وزاره الداخليه، خصك تكون ثقه، تكون اهل الثقه اللي دارت فيك الوزاره الوصيه. زائد ان هاد الاخوان الا كان هاد الاحياء كتجيهم بعيده وكتجيهم مسافه بعيده، فمن هذا المنبر نطالب السيد عامل اقليم سطات على تفعيل سياره الاجره صنف كبير او يعني دار العداد باش يتحل هذا المشكل بواحد صفه نهائيه. وكنتمنى ان الاخوان ديال النقابات انهم يلتقطوا هذه الاشاره ويحاولوا يدخلوا على الخط ويشوفوا، لانه هما اللي مخول لهم الامر باش يراقبوا مثلا السائقين ديالهم وداك الشيء، ويشوفوا اللي هو اهل انهم يتكلموا مع الاخوان السائقين ويتكلموا، يعني واللي ماشي مؤهل يحاولوا ياهلوه ويحاولوا باش ما نقطعوا الرزق ديال حتى شي واحد. في الاول وفي الاخر المواطن هو اللي كيخلص الضريبه ديال هادشي. فكنتمناو ان هذا المشكل يتحل بصفه نهائيه، وكنتمناو ان اي واحد يعني خرق القانون يكون واحد الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب يعني بهذا الاطار بهذا الميدان هذا. وكنتمناو ان شاء الله يعني يتحل هذا المشكل وتبرد الامور. هذا هو المطلب ديالنا سي رابح.